السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هذه المنصة من مطعم فليفلي. أحييكم ويسعدني أن أقدم لكم الزملاء في برنامج الديوانية، زميلي حسين المشيمي. يا سلام، الله 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 الله. زميلي هذه فيرتشوال فهد كميل. فهد كميل، اي اي زين. اشوف طلعت ايه طلعت وفتلت وايراتك. اهلا وسهلا. اهلا عمو. اهلا عمو، ايش اخبار؟ الحمد لله. الساعة كم الحين؟ الواحدة وست وست عشر واربع دقائق. الواحدة وستة عشر دقيقة ناقص ثمانية واربع دقائق وخمسة صارت وخمس دقائق. نعم، في توقيت الكويت وضواحيها. نعم، انتم تستمعون لبرنامج الديوانية الحادية عشرة والدقيقة الخامسة بتوقيت الكويت وضواحيها. نعم 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 نعم. انا this is the time now in Pennsylvania 7 PM. الله الله. 7 AM. انت يعني يعني شو اقول؟ تصدق يعني امس قاعد طالع القمر. الله، القمر ما هو لا شفتني؟ شفتني؟ شفت مشيمي؟ شفتني؟ شفت انا ابو فيصل؟ ما واحد فيكم. فيصل ها، شو خلي ولا واحد فيكم، ولا واحد فيكم. شو اكيد انا القمر الايمن، قمر لا انت الرمل ماله. انا شوف شفت هذا اللي كذي. تعال 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 تعال. انت ايش فيك انت؟ مو القمر كذي؟ لحظة لحظة لحظة، معطوف هذه. القمر ترى هو شنو؟ رمل ويا جسمه. ويا شنو؟ ويا رمل ويا صخر. هو القمر كذي، ايش حسبالك انت؟ القمر زين. هو بس شكله زين. اللي قاعد تقول عنه اللي صاير كذي تستغني عنه؟ اقول له رنه دكتور. الحين مو الهلال كذي؟ هلال مو قمر. اي اي، ليش صار كذي مدور بعدين مثل وجهي ولا صوبك؟ صدق والله صدق. لا لا، انت شوف هناك ظاهره اسمها خسوف القمر. هو خسوف يعني يكتملوا البدرو. اذا كانت لك علاقه بالقمر فهي الخسوف. لا يعني يعني هو الشهر، الشهر العربي نعرفه منه. اي نعرفه. حق يقول لك يعني يكتمل البدر. لا مو صوبك، مو صوبي يعني. انت الحين جاي مبطل لنا موضوع يعني ما له شغل. لان القمر لان القمر امس شفته حلو، فشفت يعني يصير بساعات بيج ساعات تحته ما يشون يصير ازرق. القمر يصير بيج كيشن كيشن دوت. ايش قاعد تسولفته؟ الظاهر لا ان الغيم يدش فيه. اي شكله سهم نوع كل سهم يوم اشهد ان القمر ابو كمين. اقعد. هلا والله، هلا بالحبيب. احنا اليوم في العدالية. ايوه طبعا. اكيد بالعداليه، لما نتكلم عن العداليه، لما تدخل مصافه صاله الافراح ونادي كاظمه راح تلقى بالزاويه مطعم فليفلي. الله. طبعا والله يبي لها وراها يعني اغنيه فيروز. هي فليفله هذه، فليفله وفيروز وراها. الله 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 الله. طبعا هو من المطاعم الحلوه والجميله. المطاعم اللي فيها المذاق اللبناني، التيست اللبناني. الله. ترى المهضوم مثل ايوه مثل طرحك. مثل اهلين عمو. اهلين عمو، عندك فراطه تلعب بريال الفليفله. الله يبيني اعطيني يا لا 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 لا. ارجوك ارجوك. ما لا ما لا علاقه يعني. والله لو يسمعونك الرحابنا يعلقونك. يقول 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 اعطيني النهايه وغني. فالغناء سر الوجود. الله. انت اعطيك شيء ثاني. اعطيك تلبلب على ظهرك لبلبه. زين طبعا احنا موجودين في العداليه مطعم فليفله. قولها 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 فليفله فليفلي. يا سلام عليك يا سلام عليك فليفلي. بس شوف هذه 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 وين وين ما احنا وين ما نكون موجودين اللازمة لازم تكون موجودة. لازم. بكميل قوم كلمني كلام غيرك ما يعلمني. بكميل قوم كلمني كلام. هذه مع رجفة. مع رجفة هذه مع توقيع. مشت هاي سالفة التوقيع. والله توقيع خلاص. قمت اروح ذاك اليوم الحين عندك توقيع اقليمي. في توقيع محلي الاقليمي نلقاه بالدوحة ان شاء الله يوم. انا ما اعرف اقول توقيع، لازم اقول سيجنتشر. الله عليك الله عليك. فهد وين تلقيت علومك يعني؟ انا ايه علومي يعني قصدك العلوم ولا شنو؟ العلوم من المدرسة. ايه يعني شنو كانت احلى مادة؟ انا عندي الانجليزي. المادة المهضومة. انجليزي دائما كان يطلعني اشرح. إيه انت نوعك اي بي سي دي اي اف جي ولا اي بي سي دي؟ انكسرت ايدي رحت الطبيب اداوي ايدي رحت السوق ولا تسكت توت 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 توت.
اي لا يبين ما عندك انا بسالة. اموت بالمسخره ما عندك بسالفه صدق يعني لان حتى الكلام ما لحقت عليها لا شو ما لا لا انت لا. انت شنو موالي انت مواليد عقب التحرير انا غيري إيه؟ انا صرت صغير إيه؟ إيه انت تدري متى انولدت من جديد متى ها ب 2021 ورب الكعبه يموت تفهم كره تفهم ابو الكره طلعنا فاصل طبعا ها صاحبنا ينقهر إيه. زين تو الكلام بعرف انا التشينكو اللي فوق ليش يتحرك عطني رانشوس رانشوس لا لا هو نظريه الضفدع هذه صدم فيها العموم يعني يقول لك الضفدع اذا تثاوب يقول يموت هذه نظريه انا فهمتها منه ليش ابو كميل الضفدع اذا هو كذي سبحان الله يعني انت عندك مثلا الحلزون الحلزون ينام ثلاث سنين ينام ثلاث سنين ينام ثلاث سنين سبحان الله اكيد فهد ترى انا ما ادري عن المعلومه اي لا لا عندي محسوب انا عندي انا عندي اقوى من جراح نطيري صاحبي انا يعني ينام يوم ونص انا لا بدون يتلحف ما ادري ولا يتحلزن 16 كم بالفوق اكيد ايوه اي والله فانا هذا الضفدع معلومه يعني. اي شنو هي الضفدع معلومه الضفدع معلومه الضفدع اذا تثاوب إيه؟ وبطل حلجه يموت ليش يسوي شيء ورب الكعبه هذا الانسان مو طبيعي قسم بالله هذا خارق تدري ليش يسوي كذي تدري هو لو يوم غمض لو انت والله العظيم هيك بواحد كان صارت مذيع يتنمر على تقول شيء والله شو هو مجربها قبل قبل ترى الحين انا قبل خقيت انا ابي التمضمض اللي تو سويته طلعت من الخدمه انا خليني اقول لك طحت في نخيه يعني مكلبه مو قادره تطلع مكلبه سوا شوف النخيه يا الربع احنا موجودين مطعم فلافله في العداليه طبعا حياكم الله القريب يسير الساعه المباركه اي والله مطعم فلافله مطعم راح نستعرض لكم المنيو يا جماعه وانا بنسوي سكان الله هاتوا لنا اي والله اي والله اعطينا ايوه شكرا فاطمه شكرا 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 يا سلام عليك يا سلام يا الربع كل واحد يسوي سكان وطلبوا وشوف المنيو يلا لحظة أبو أنا الحين قاعد أسوي سكان وينه مو معطيني وي أيوة يلا أبو كميل تفضل نعم أخذ أوردر ناو لحظة منيو في بالعربي وين عربي في بالعربي في بالإنجليزي هذا جاي في فوق عربي إنجليزي خلها فلي شنو خلها فلي خلها خلها فلي فلي اللحمه نفسها لا اللحمه فلي فلي يعني فلي فلي خلها فلي فلي ما تعرفون القطات انتوا رب الكعبه ما تعرفون لا يا جماعه كل واحد لحظه ابي واحد الحين يطلع وياي على الهواء ابي يقول خلها فلي خلنا اسمع يلا على 22 20 90 4 ترى اول شيء يقوله خلها فلي خلها فلي اي ولما يقول فلي على طول هو شو يقول النص الثاني اللي هو شنو فلي فلي يا سلام عليك فلي فلي ايه قولها مرتين واربعة راح تقول اسم المطعم فلي 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 ويوسف تبي انجوي يور تبي نسولف عن الشمها بس خلنا ناخذ رامي اي انت اخذ لك نظره رامي قوه رامي حبيبي هلا هلا رامي حبيبي شلونك تمام قول فلي خلها فلي خلها فلي يا سلام عليك الله اصلي والله العظيم خلها فلي خلها فلي فلي خلها فلي 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 يعني فلي فلي هو اسم المطعم فلي فلي حبيبي رامي على فكرة بالفلسطيني بالفلسطيني اسمها فلي فلا فلي فلا فلي فلا يعني فلي فلا ان شاء الله اول مرة اي والله فلافلة يعطيك العافية وتحياتي لكل تحياتي. يعني أحبائي الفلسطينيين شكرا على راسي شكرا يا حبيبي رامي حبيبي شكرا 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 كابتن أتمم طلبك الآن شوف بالنسبة حق الفطور صدق احنا وقت غدا الحين بس عمي عندك هالفول يا سلام يعني أنا طلبتها قبل الهوى الله يعني يا سلام وعندك على أساس إن أول سيجمنت تكون موجودة يعني نخلص الفول أنا مش مسؤول وعندك حلوم مشوي كابتن لا هذا الحلوم مشوي لعبتي لا لا لا, لا كابتن هذا سلايت هذاش من عند البابا لعبتي هذا بعدين الحلوم لحظة الحلوم أنت تحبه فريش ولا يعني اللي ولا بدون شوي ولا بدون شوي والدون
well done. شكو well done. لا هذا مو تيبون. لا 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 مو شوي. اي شوي يعني. يعني احب محمر. شوف شوف هناك قدام الخلا كابتن. شفت ريان؟ ريان راح متعقد منك. يقول فهد كميل بيعقد. اهلين اهلين عمو. وين 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 كاهو ريان كاهو مر علينا مر. اي مر علينا. اهلين اهلين. في اومليت ساده. في اومليت بالخضروات. حلو. فلافل كابتن. شوف 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 الفلافل. شوف 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 شوق شوق شوق. وفي لحمه بعجين. وفي فطاير بالجبنه. فطاير ايضا بزعتر. وفطاير مشكله. مشكله يعني على طريقه الفليفله. مشكله. ولا ليش كذي لسانه فطاير مشكله. مشكله اي لحمه بعجين. لحمه بعجين زعتر كابتن. اوه يا جماعه لحمه بعجين وحاطين يمها قرشه الدبس. تدري انا دبس كذي كابتن. تدري انا المتبل عندي سمعت ان هني المتبل المعادي. والله اي والله حبه اصبح شيء عادي. إيه ما له تاثير فؤادي. إيه انا الحمص شيء مو عادي. انت اي شيء قول. شوف يا الربع شوفوا انا انا بالنسبه لي يعني بالنسبه لي إيه بالنسبه لي الفلافل احبه. إيه كاه كاه من اللي قاعد يسوي. إيه اخ اخ يا جماعه شلون هذا لحظه هذه انت لحظه هذه هذا مو انا بلح الشام اصابع فهد كميل اصابع فهد. يا سلام لحم بعجين. هذا لحم بعجين. يا سلام يا سلام يا سلام. والله لعلق صفي. شوفوا المنيو يا جماعه. اي والله فطاير زعتر تحت هذه المفضله ايضا. ونروح الى يعني خيارات اخرى. روح على المقبلات. روح على المقبلات تكفى. انا احب المقبلات من فوق من فوق المقبلات البارده. ايوه ايوه هني حمص. حمص باللحمه. حمص بيروتي. لعبتك حمص باللحمه. ورق عنب. الله 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 الله. متبل ترى متبل متبل. ايه المتبل ومحمره كابتن. محمره تنش هذا لما تخلط عرفت اللي اي والله تخلط حمص محمره. ايه 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 ترى خيالي. عندك سلطه تحط عليه شويه فلفل شطه يصير جميل. سلطه الراهب يعني يعني. والله تبي ابكر. انت شنو معسكراتك كل لبنان؟ ما ادري. انا 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 اي شيء اكل لبناني تحطمني. وحمص محمره اللي يصير اللي هو حمص وبوسطه المحمره. ايوه وتاكله بفليفله بالطاوله اللي بالنص. ايه كله يعني تشلخ النص. انت تعال انت ترى النص هو اهم شيء. هو اللي يربط الدفاع بالهجوم. ايه وانا اموت على الطنجره. شوف الطنجره والله بتيك. شكل موضوع. تبي هذا اللي ما فيها غاز اللي يطلع البخار. شنو هذا ان رنيت فيه. تدري شنو قوه الجدر هذا؟ كنا نساف داعمه. نروح حق المقبلات الحاره. ايش رايك المقبلات الحاره؟ شوف توكل على الله. عندك تعلم تعلم. ايوه تعلم فلي فلي. ايوه خلها فلي فلي. عندك رقاقات جبنه. رقاقات الله كابتن. شوف ايه بس لا خلي يقولها. هو رقاقات احنا نقولها بس باللبنين شلون؟ رقاقات رقاقات جبنه. الله العظيم. اعتذر من اخواننا وحبايبنا اللبنانيين. الاكسنت مال فهد كميل. انا ترى احب فيروز يعني. لا لا شوف انت مو اذا توهكت تقول احب. كلنا نحب فيروز. احنا احنا والبحر جينا لبيروت. جت الشتي. الله جت الشتوية. ولا عمرها غنت. لا لا جت الشتوية بلا. والله والله فيروز لو تسمعك راح تقول انا ايش غنيت. والله العظيم انا اثرت فيني وايد فيروز. والله العظيم حتى في لها قصص في اغانيها. والله احبها يا اخي. على اي اي وحده لما عاتبت ولدها. ترى قبل كم يوم كان عيد ميلاد ست فيروز. اي والله ده ادري. هي مواليد 21 نوفمبر 86 عام. ايوه عام 1935. نعم 86 ترى عمرها. اي عمرها 86. لا لا 86 مواليد. ليش طولت العمر يا ست فيروز. محبينك بالكويت والوطن العربي ما شاء الله. يا اخي اقول صوت الجميل الفنانة. مو صوت الفنانة الكبيرة حظي بختي. اي والله تسمعها ترى هي صج الصبح. إيه صح. اي بس هم بالليل ترى. وانت قاعد اي وقت تسمعها وانت قاعد في الجنينه. تخيل انت قاعد الحين في فلي 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 مشغل لك فيروز. الله اكبر. لا لا ترى هو عاتبت ولدها لان ولدها سافر وخلاها. اي خلاها سافر. لا تبي يبي يتزوج. لا وياب ولد. اي وياب عيال. اي وقالت له ترى
انا فكرتك والله برات البلاد. شو بدي الله يخلي الاولاد. ترى كيفك انت؟ كيفك انت ملا انت؟ زين بس لحظه، ذاك اليوم قلت لك فيروز هو اسمها الفني، شو اسمها الصجي؟ الفيروز اسمها الفني صدق، هذا اسمها الفني، اسمها الحقيقي. اي قلت لي وقريتها والله بس نسيت. يلا يلا قول قول. لا ترى شوف يعني انت اسمها بحرف النون. يلا نونو. لا لا نحو نحو. لا تالف تكن. لا توهقنا معنا. نهاد وديع، نهاد وديع حداد. نهاد وديع حداد هذا اسم الاسم الحقيقي لست فيروز. زين احنا موجودين طبعا الان في مطعم فليفله وقاعدين نستعرض لكم المنيو مع الربع. بو كميل اختار يحب المحمره. اي والله. وبو فيصل المتبل. اي عندك وراح ننام في نوم. عندك الكب المقليه. ايه الله انا احب الكب الني. هي موجود هذه يسمونها شو اسمها؟ كبنيه. كبنيه كبنيه, كبنية. وفي هذه كبه مقليه وبطاطا مشويه. الله. وربيان مقرمش. وفتت كباب بالكرز. اي محمد سلطان. وعرايس لحم بطاطا حره. لا. لعبتي انا جوي البطاطا حره انا. هي الفنداله. شوف الدوله ما سمعت عارف يوم تسعنا. الفندوله تدري ايش قال؟ معاكم في الدوانيه تحياتنا اللي انضموا على مارينا اف ام ومنصاتها المرئيه. احنا موجودين في مطعم فليفله. هذا المنيو اللي يبي يسوي له سكان حياها الله. السلام مبارك. اهو يلا سووا له سكان. شوفوا المنيو يا جماعه. صدق لو نقربه ممكن. اي ممكن تدري ممكن. ايوه كان ممكن. هذا ممكن ممكن. يلا يا جماعه اللي يبي يشوف المنيو خالد الجاسر شوف شوف عشان تعرف احنا قاعدين. اي والله والنعم. قاعدين نتدلع بشنو. ايش في ايش في خالد جاسر قاعد يتابعنا. اي بس كنا في شيء كنا غانم المطوع. غانم المطوع قصدي. ابو بدر يقول هلا بالطيبين. يقول بفليفله جرب عندهم حمص باللحمه وجرب التبوله. ترى شيء قوي. أدري ويا جماهير اهتفي الفهد والله وفي شكو. واذا انطلق الفهد هو قاعد كاتب شيء فلا تسالنا عن السبب. ومسيرته الرياضيه يقول كلها قولين. واعتزاله هديته موبايل. يقول المستشار يقول وبس والله يا جماعه اسمر وجميل وعشب كميل. عاد هو راسه طوالي تقول هاون. لا شوف ترى 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 هل طقوا لا لا هذا يسوي له كذي. ترى ثانكس ا لوت. غانم قاعد يسمعك. والنعم والله والله والنعم. تغشمر يا شعقبه. هو تغشمر انت تغشمر. الامور طيبه. الامور طيبه. شعقبه شعقبه يا فهد. شعقبه يا فهد. طبعا ميرو قاعد بالاستديو. ميرو حبيبي ميرو الله الله يعينه. يقول جرب عندهم الكبه المشويه. الله يقول نار صج وداز حزام نار ما شاء الله. يضحك الله. ميرو الله إيه لا الله. اذا كبه مشويه اوكي نقدر ناكلها. إيه؟ مشوي لا كبه كبه كبه. إيه؟ إيه؟ انا اسف بس لان شوف ابو كميل طلعت مني كبه. لا ما إيه؟ يصير كبه. ما لا ما يصير. انا رحت لبنان دجاجه خاكيه. والله العظيم تقول له تعال شو اسمه رحت. ما يدري شنو دجاجه خاكيه. لا انا وياك. انا وياك شهر 7 شهر 7 خلاص لو رجعتني ترى ابو خاكي نفس خلاص بس حط ثلاث زهرات طلع رائد اوكي. طبعا احنا موجودين في مطعم فليفله بالعداليه. حياكم الله القريب حياه. وطبعا هني يقول لك فيلينج فلي. انت هني داخل مطعم الله فيلينج فلي. شوفه مكتوبه كاي فيلينج فلي. يا يا فيلينج فلي وحط فلي وراها فلي شو تصير فلي فلي. يا سلام عليك. صدق والله والله فنان. فكم نايم من الساعة من امس؟ لا هذا وجهي شي ترى. شوف هذا تدري شنو هذا if you can't beat them join them. هو كذي شنو لا هذا مثل يحط عود هني المهم قاعد انا. ايه جندي بالحرب العالمية. تكتيك اول تكتيك اول. نايم ترى هو. يا جماعة هذا الانسان ترى شيك. اقول هذا الانسان ايه مصدر سعادة للي يعني داخل الكادر واللي برا الكادر. فهد كميل تستس يعني تسلم. الله يسلمك. يعني قاعد ارفع لك لاني بدي اربح لك واحده عقب. الاورا مالتي والله انتم عيايره. يقول قاعد تلعبون. الاورا مالتي الاورا مالتي بوزيتيف. الاورا وعين اورا صحيحه
نعم صحيح يا مدهش هش الدوري. لا الاورا عندك؟ الاورا عندي. شو الاورا؟ بوزيتيف بوزيتيف. وتلك وتلك اورا. الاورا تلك اورا. لا صراحة إذا سمعك الفنان الكبير محمد عبده ونعم والله ممكن ما ينزلها لأنه ما يغنيها بعد. ما يغنيها بعد. لا ما ما 2013 أو 2014 الله يذكره بالخير أخوي قاسم عبد القادر. نعم كنا في بث لبرنامج ويومها استضفت الفنان الكبير محمد عبده بحلقة من الحلقات في برنامج القايلة كنت أقدمه ذاك الوقت. صحيح. فرحنا عنده الجناح ولا دازيل له يعني هني حموله بالكويت مطبق ايه زبيدي ايه لا تسولف والله نسيت يطري علي ما ادري من بيته والله اذا انا ماني غلطان بيت الخالد ايه دازيل له الاوتيل الاوتيل ايه فرحنا انا وعمر العثمان وقتها نمسي عليه بالخير ابو عثمان عرفت ابو عثمان ايه ايه عمر ايه اللي شفناه بال ايه نعم ايه شفته ايه شفته ايه ايه نعم زين فايش فيك تضحك والله العظيم انت زين فلما شفت لما رحنا له ولا ينشب لي بال عثمان ينشب لي محمد عبدو من الزبيدي انا بيني وبينك يوم اكلت الطعم اول شيء يازلي إذا أول مرة قعدوا يا الريال وحط معطيني زبيدي بشوكة وسكين صدق ينفع عقب كان أقوله حاجيك تلابو عبد الرحمن أمون عليك كان يقول إيه تمون قلت بس أبيها منك كان أتشفس طلعت لين الكوع العيش شوف الزبيدي إذا أنت تحترمه طبعا لازم تحترمه أحترمه إذا كان كويتي بعد فهد كميلة أيضا أحترمه ترى على فكرة الزبيدي وفهد كميلة ما تيلا سيدة لازم تستدح اول بعدين على جنب على جنبي بعدين تيله كذي على بردي تغافل اللي موجودين اللي موجودين يبكون يبكون لان انت تيل لانه هو تصيده تصيده دشيت زين هذا تعال على جنب هذا تعال على جنب كذي وخذيت الزيتوني ايه تعجبني والله شيك زيتوني يعني لبناني والله والله احنا على زيتونه بي على فكرة زيتونهم لبناني عدل لبناني ومن أحلى يا عمي لا تسأل خلي سؤال فكرة والله أنا أدري إيه سؤال سؤال أحلى زيتون أسود أنا أحب الزيتون الأسود لبناني صراحة شوف الأخضر شوف أنا قمت أسأل شوف إحنا بالبيت تدري هذا للصبح تجيبه وشترلنا رن كيف أنت قاعد ترنة كنا بنك قاعد يحط مخابية أنا حسب قاعد طال المباراة أنا بالبيت عندي أم يوسف وعلمتنا كلنا على الزيتون هي مصدق طلع لي ريش يقول كاسكو أنا تغرني هي حتى قبل ترى ها قبل إيه حطها في المايك فهد ترى تشبهه بشيرة زيتون لأن هذا نادر والله نادر إيه والله هذا شيرة زيتون ترى غالية إيه وانت غالي وانت غالي بعد تستس يعني تستم خل مينونة بعد ايه على حقك مو بعيد وفي سانتا لوبيا زين زين شنو شا خرابيط والله زين يا ربع ما حد يبي فلفل لان احنا بفليفي انا بفليفي لازم فلفل انت عشيت ودي ما شاء الله بو كميل اخذ هذه وروح سوي بي سي ار تفح عليهم الفلفل مو حار على طول يعطيني نيجاتيف لا حكيك بو فيصل الفلفل جبار خيالي لا الحروره مو الحروره العاديه الحروره اللي تشوق اللي ودك تعض الصحن كأنك ماخذ ميداليه اولمبيه الله انزين ليش ما تحط الميكروفون لان ما عنده لياقه لان حامض ولا شو اسمه حامض حلو وايد حلو طيب فهد ما عنده لياقه فهد مبتعد عن التقديم صار له فتره صار له فتره اي فهد علشان يتعب لما يتعب مسكين مسكين فهد مسكين هذا حسين هذا مسكين هذا مسكين هذا مسكين ما راح يخلونا نسولف فهد بس تبي ترن ترى انا صاحب الرنك شنو يعني ادري انتوا رنانين اصليين فهد مذيع الرنه فهد احلى اكله لبنانيه كليتها انا وايد احب احلى احلى احب المقبلات هي المقبلات اذا اقول هم لعبتهم اقول انتم سالفه اثنينكم شنو المقبلات الحين انا احب المقبلات اللبنانيه يعني ساعات اتعشى فيها
اي صدق هي يعني الحمص المتبل يعني والله. يعني ضارب مثل الورق الورق يعني كنت اشوف بالتمضمض فيهم يعني كنت اتعشى بعرف انت شلون تسولف ماسك ميكروفون تاكل ما ادري باكل باليمين وماسك الميكروفون بالشمال ترى قبل هذه يسمونها فنجاله هذا تلعب يمين شمال شنكاله شنكاله اي الشوكة اللي ماسكها قبل ولا مرة سمعت شنقالة انا اسمع شوكة ولا عمري سمعت الكلام ما يخالف انت عاد انت لا تسولف يقول هذا خلاص تحب تحب ترنا ها يا جماعة احنا ايش رايكم والله الزيتون هنا والله ما ادري عجبني زيتون هم يصير نطلب زيتون ريان عادي نطلب بس زيتون يا اخي زيتونكم حلو زيتون بس والله خيالي اكل تكفى الفطيرة هذه لا برانشاش برانش ماكو رانش هذا دبس 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 رمان دبس رمان دبس رمان دبس رمان اقوى شيء على الفطاير تبل الله ابو كميل تحب الفطاير انت كنك طاير مشلن والله احنا نقول لا يطوفكم يا جماعه يعني المطعم يعني يضحك ابو كميل هذا لا يقص بس لا تتابع معنا خلنا نكمل انا المطعم يقول لك تعال ايوه تعال ياي ما يقول تعال ياي تعال ياي تعال ياي تعال ياي تعال ياي تعال ياي تاخذ انت اللقمه حق 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 تعال ياي حق اخوانا حق اخوانا المصريين ايش يقول تعال 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 حلوي انت معانا شنو شنو هذه فلاينج فلاينج لا فيلينج فلاينج فيلينج فلاي فيلينج فلاي يعني الحين ابو كميل ابو كميل بس يا عمي خلاص خلاص ابو كميل من صد اندمج راح راح ترى فادي يبي لك فوطه يبي لك فوطه اوه اوه ما الذي يحدث امامنا ذاك اليوم وانت مسافر ايه؟ دقينا على ابو فيصل اخوي الاعلامي الرياضي والمعلق علي سعيد الكعبي نعم يوم دقيت على ابو فيصل بسميك ابو فيصل كل ابو فيصل شيء ايه اصلي ايه فتحي الله يطول بعمره الحمد لله على سلامته الله يسلمك الحمد لله على سلامته الله يسلمك الله يطول بعمره ايه فيوم دقينا على ابو فيصل علي سعيد الكعبي ولا كان اعطيه التليفون شوي طالع هو قاعد يقول لي انه يمدحه لا تشوف الحوار يسمونه صوت الكالتشيو اول ما خذته يقول له اوهو اوهو والله صدمني هذا لما يقول لك يراقص موتاه هذا الذي يراقص خيالي هو هو ما شاء الله عليه من افضل المعلقين انا بالنسبه لي ايه هو من المعلقين اللي الواحد يعني يستمتع معاه نعم يعيشك ال وربط الاحداث بالمباراه دائما في اثراء والمعلومات اي والله معلومات صحيح معلومات صحيح يعني انا شوف انا قاعد استفيد وايد من فهد وانا قاعد انا مو قاعد استفيد منه ولا شيء فهد فهد قاعد يربط معلومات يعني كأنك قاعد بين خياط وخباز فانت وين وين الدش ما تدري يعني هل هو خياط ولا هو خباز ما تدري فالمعلومات انت كمل معه اي بالنهايه معلومه زين فيصل كونك انت سلطاتي ابيك تجرب التبوله لايف التبوله لايف الان يعني يبدو ان يعني شوف 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 اللمعان شوف شلون هي تازة تحس انها مقطوفه مغسوله من السحاره جايتك ها اوبريغاردو اوبريغاردو اميغو اوبريغاردو اميغو اميغو يعني لا تسولف هذا شوفه منفرد هذا كابتن اي قول لي قول لي لا مو بس تاكل ابي رد الفعل عجبك ما عجبك فهد يرجف اذا اذا الاكل حلو يرجف ترى رجف لهني فهد حلو ما يصيدونه تدري قبل اذا العوني كذي لا والله والله يقول فهدان قطع رمان انا اسوي كذي وانا يعني سمول سيكري لحظه سمول شنو سكن سمول سكن سمول سكن يعني سمته السكن هو بس كان سمول يا ربع بقول ستيكي يا ربع اضطر اطلع فاصل رجعنا معاكم واحنا موجودين في مطعم فليفله هذا المطعم اللي موجود بالعداليه لكن يعني ريان ابراهيم مدير فرع فليفله مساء الخير مساء النور يا هلا مساء الورد فيكم بفليفله مساء الورد نورتونا والله ومن يبتو اسم فليفله وهذا كان قبل كبابجي انا اللي اعرفه صحيح كبابجي صار تحول من كبابجي لفليفله غيرنا فيه بحل جديده عطنا الخبز غيرنا الشكل لحتى نقدر نجذب نسبه من الشباب الجديد الطالع ان شاء الله للحين فكبابجي هو نفسه فليفله وفليفله كبابجي نفس الاطباق نفس النكهه نفس الطعم بس بتغيير بعض الاطباق وزودنا بعض الاطباق للاحسن ان شاء الله حتعجبكم باذن الله هي فليفله فلافل عوده لا 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 هو المشكلة حاليا بعض الناس شنو هذا اسم مطعم فليفلي فلفلة فلافل فليفلي هي الخضرة اللبنانية المعروفة محشية الكابسيكوم
فالكابسيكوم هو الفليفلة، فجاي من هالاسم نسبة للبنان، والفليفلة الداخلي بكتير عديد من أطباقنا المشويات والسلطات، وهي تعطي نكهة، تعطي نكهة للمشاوي كان فريش أو كانت مشوية. وهذه سبحان الله الكل يحبها يا أخي، الصغار والكبار. صحيح صحيح الفليفلة، وعشان هيك سمينا الاسم فليفلة نسبة للفليفلة اللي هي بلبنان محتوية ببعض أطباقنا. وعلى فكرة هي لها ألوان، صحيح، وكل ما صار فيها ألوان راح تحول طعمها إلى السكر، يعني يصير طعمها. صحيح، في فليفلة حلوة، في فليفلة حمراء، نعم، فليفلة صفراء، وحلو على سكر محلي على فكرة، ممتازة وحلوة محطوط على كريمة يعني العيار السلطات وايد حلوة، وفي الشوي حلوة بعد. صحيح. وبالمناسبة يمسي عليكم بالخير أخوكم هشام أكبر أبو بدر. نعم أبو بدر، والله ناقصنا أبو بدر، يقول يوعتونا. ايه يوعتونا، قلت له والله ابو بدر صراحه لك لذيذ. والله يا ابو بدر فد الاشياء، انا لما اكل الناس كلها تقول لي والله إيه؟ تقول انت تشهي بالاكل. صدق انا ولا يعني صدق انك تلوع تبدي عاد. انا مالي خلق اكل، صدق ما تشوفني وقف يعني خذها غيره، خذها لا إيه؟ لا يعني انا لما اكل عند ناس والله العظيم يقول ابو كمين تكفى تعال اكل ويانا، انت تشهي بالاكل يعني نظراتك وجهك عيونك نظراتها غريبه لا طوح. اي والله شوف طلعت ما قلت لك غد تسوي لايق عليك. غير الموضوع ما يقولون يتفضلوا. زين بقول لك شغله، تفضل. بامانه وهذا ريان موجود وهو مدير فليفله العدليه. بالمناسبه ريان فليفله في يعني افرع ثانيه، هو كببجي بس في فرع اسمه فليفله حاليا، الفرع الوحيد هو بالعدليه، ان شاء الله بال 2022 كل كببجي حيصير فليفله، كل افرع بالكويت 11 فرع حيصيروا فليفله. حصريا الله. يقولها ريان ابراهيم إيه؟ مدير فرع فليفله العدليه. كببجي في كل الكويت في العام المقبل 2022 راح يتحول من كببجي الى فليفله. الى فليفله، حلو اسمه يا اخي ونس. زين بو كميل انت ترى وراك مكتوب فيلينج فلي. فيلينج فلي اي لا طالع بس هو مكتوب وراك فيلينج فلي. اي خليك واثق من نفسك. اي لا يعني فيلينج فلي اي حس يعني حس بالفلي فلي. حس بالفلي فلي. اي زين لا علاقه فايز الفلي. ونعم والله ونعم فايز. زين مسي عليه. الاطباق نفسها اللي بكببجي ولا تغيرت يا اخي؟ اكلكم انا احس كأطباق مثل ما شفتوا جربتوا أطباقنا بعد نفس الشيء، زودنا عليها بعض التشكيل. صحيح. اللي إن شاء الله تعجبكم إن شاء الله. أيوه. من سلطات، مقبلات حارة، مقبلات باردة، وأطباق مشويات. ماشي. حبيبي. وعلى فكرة ما زال مميز، يعني ما زالت الأطباق مميزة. أيوه. وطعمها السابق نفسه. إنزين الحين أنا قاعد شفت اللي يابلك إياه الخاص هذا. منقولة. أنا قاعد في البيت الحين. أبطلب من عندكم. منقولة. في توصيل. توصيل في توصيل. في توصيل. في توصيل من كل الكويت من 11 يعني توصيل فرع. انا قاعد بالبيت. صحيح. الحين عندي الربع تقريبا نوصل الدق 11 فرع 1-8-6-1-6-1-6 ويوصل 1-8-6-16-16 دخيل إيه؟ وحيطلع عندك اختيارين. إيه؟ طلب من فليفلي اضغط رقم 1، طلب من كبابجي اضغط رقم 2، وانت تختار يا الربع. طلبوا رقم 1 وما ياكم علي. طلبوا رقم 1 واختاروا رقم 1 يا جماعه. تكفى اختار الفته يا جماعه والله. لحظه يا جماعه، القريب من العداليه حياه، يعني اول اثنين يوصلون لنا العداليه. إيه؟ راح نقدم لهم جائزه. اول اثنين قلنا ها واضح. اول اثنين. راح نعطيهم دعوه غدا او عشاء. إيه؟ لشخصين داخل المطعم. الله الله الله، دعوه عشاء او غدا لشخصين. والله العظيم لا يطوفكم. القريب من العداليه اي ويقول انا سمعت الاعلان في مارينا اف ام او مارينا تي في وحياه. على فكره اكل طيب واكل خفيف، ترى اكل مو ثقيل، يعني العاده لما تدخل مطاعم لبنانيه تاكل تحس بثقل شوي بعد ما انا اعتقد. اي والله هذا بعد نحن من اولى قلت فري. إيه تاكل وانت مطمن. إيه والله قلت فري. قلت فري، قلت اللي بقلوبنا. اي والله الحين عبالة ديوتي فري. شوف ان خبروني ان انا مرتاح بغيابك. إيه اضحك واسولف اغنيه لا تصدق اغنيه. هم يفرحون اذا بكى قلبي وغنى لك، وانا اقطع فليفله واغليك. الله 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 عليك يا ابو كميل. ترى قايله حق 88 واحد. ترى انا يعني عادي، ترى بعد شوي اقول عادي. خذ شيء الاسم حط اسم، انا ادري احنا فليفله حط شيء. ريان ابراهيم مدير فرع فليفله العداليه. الان اللي يعني يبي يتواصل معاكم خلال يعني
طول اليوم انتم موجودين ولا لكم وقت معين؟ نحن بنفتح بالمطعم الدايننج العدلية من الساعة 8 الصبح للساعة 1 بالليل مستقبل زبائن، والتوصيل نفس الموضوع من الساعة 8 للساعة 2 إلى ربع كل يوم. حلو. نستقبل طلباتكم عبر طلبات، عبر موقعنا على الكول سنتر، وعلى إن شاء الله قريبا حنتصير على الفيترو والدرايف ترو. جميل 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 يا ربع. مرة ثانية أنا أكلم المستمعين والله صدق، لا والله ربع يعني المستمعين ربع اللي موجود يملع دالية حياة يكسر سكانها أو تكسر سكانها وينها. ها أنت سمعتنا؟ لا ما سمعت. إيه سمعتنا نبي على الأقل يقول ترى أنا اللي أنا سمعتكم سمعتكم. راح نعطي دعوة لشخصين لوجبة غداء أو عشاء من مطعم فليفلة داخل المطعم. والله يطوفكم كابتن. فهد يقول إن في توصيل، هو أنا أقول إن كتير مطعم وايد أحلى، يعني الأجواء اللي قاعد نشوفها والقعدة صراحة، وخاصة الجو العائلي قاعدين نشوف، والجو ترى الحين برا وايد وايد حلو الصراحة، يعني الجو رهيب يعني خارج توصيل. إيه وعلى فكرة اهتميت وايد برا، زبطنا الديكور برا والقعدة برا والجو كتير حلو. صحيح. القعدة برا أحسن من أي توصيل يعني. حطيتوا هالورد هذا ثلاثة والأبيض. والله أنت الورد. إيه والله. في حضرة الورد. لا هم حطوا الورد يتنشقك. هم حطوا جوري ونرجس وكادي. ما أعرف. حطوا جوري ونرجس وكادي. إيه فيه الجمال العجيب. وردة وردة. والياسمينة. وردة أنت الوردة الدعمة. تعرف شنو الدعمة؟ شنو الدعمه؟ الدعمه يعني الورده حادر. يعني الورده البنيه. ايه ورده بنيه. يغزي العين يعني يغزي العين. زين احنا نذكر احنا موجودين داخل مطعم فليفله في العداليه، وطبعا ريان ابراهيم مدير فرع فليفله في العداليه، وقاعد يعطينا يعني بعض المعلومات الخاصه في المطعم. الان الاطباق نفسها ولا تغيرت اللي كانت يعني بكبابجي الموجوده؟ الاطباق البكبابجي الموجوده بعدها نفس الطعم ونفس النكهه، اسمها نفس الاسم. اضافه الى ضيفنا يعني زدنا اطباق مش موجوده بكبابجي. مثل شنو مثل الروبيان مش موجود بكبابجي. الروبيان مش موجود بكبابجي. والمشوي لحظه اللي ياكلوه من كبابجي. الله الروبيان مش موجود بكبابجي. جربوا فلفله ترى ما يعطي خيال. شنو حاطه بالصوبه منه؟ وبعض السلطات كمان مش موجوده بكبابجي، موجوده بالفيكي. ادعس حطها على جنب على جنب. ايوه زين ريان انت شنو طبقك المفضل؟ قول صدق. للصراحه كل يوم باكل شيء، يعني اكثر شيء المشاوي معروف، نحن مشهورين بالمشاوي. اي المشاوي كباب والطوق والتك هن افضل المفضلين عندنا، ما عدا السلطات اللي فيه التبوله والفتوش وفي سلطه التبوله. كابتن انتم ملوك. صحيح. والله العظيم تقول الجبل وراكم. والله العظيم فريش فريش فريش. يعني حسين غملوش عندنا من لبنان يقول احسن من تبولة الضيعة. تبولة الام. لا حسين غملوش لو تهدى يقسل وجهه فيها من كثر ما هو عدل. بس على فكرة الستاف قاعدين يشوفونا، لازم بعد شو اسمه لازم بعد عقب لازم اي ينزل لهم ياعو ياعو مساكين. ترى مو شرط ياكلون، اهم شيء احنا ما من تاكلت. يا اناني شنو شنو ولك انت شنو مو لا يسمعونك لا اساس. انا قاعد اقول لكم بيني وبينك مع احترامي لاسرتهم الكريمه يعني شو عقب انت خليت فيها ما خليت فيها ابو كبير. اي نعم وصلنا واحد بالسيارة سمحتنا بالسيارة. سهل بركة على واحد نروح له. يلا مساك الله بالخير. تعال حياك حياك حياك. مساء الورد. حياك هلا بالحبيب. مساء الخير. هلا مساء. كيف الحال عساك؟ الله طيب الله يسلمك طول العمر. شنو يابك أساسا؟ ترى ما يابني إلا أنت على الشارع. أي والله وسمعت عند اللفة على طول فقلت خلت خلص. أنت من سكان العدلية؟ لا والله من سكان الرابية. والنعم كنت طالع من الدوام ولا؟ اي والله طالع من الدوام جاي بودي البنات البيت مدرسه امرهم. أيه. فهني قريب قلت خلنا امرهم. اكيد اللي خلاك تاكل لما سمعت قرمشتي في الروبيان. اي لا ما اعتقد صوتك اللي ما اعتقد لان احنا قاعدين هني ما احنا قاعدين نطالع يعني ما نطالع لما نسوي شفنا ما نطالع. انت تدري هذا المطعم قبل شنو كان اسمه وشلون تغير؟ كبابجي. كبابجي لا اصلي اصلي زين. ريان ابراهيم مدير الفرع راح يعطيك دعوه لشخصين غدا او عشاء داخل المطعم. حياك بالوقت اللي يناسبكم ان شاء الله. وشوف انا اقول لك بهذا الطبق قدامك عندك الربيان خيالي
المحمرة الفتة والفتة كابتن تبولة والفتوش شيء عالمي لا ورب الكعبة وسبيشال كميل سبيشال كميل عساك على القوة يا أخوي يعني لا يطوفك عليك بالعافية حبيبي الله يعافيك طول عمرك شكرا لك شكرا إن شاء الله يركبون معك الحين الجماعة جزاك الله خير ترى احنا رياليتي ما صدق يعني ما في ها هذا يفوز غيره يفوز ما عندنا مشكلة الباب مفتوح وفلي فلي يسع الكل زين يعني مثل اللي وصل لنا يلا جهز نفسك بسرعة طالع من دوامك الثاني طالع من دوامك مسكين يا على طول كسر أيوه. ولأنه عارف المكان أي والمكان هو, هو 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 مشهور لا لا وأحلى شيء فيه إنه في يعني عالزاوية واضح أيوه. وفي مواقف لا وبعدين تدري شنو عندك مواقف نادي كاظم هذا معلم يعني ما يضيع أكيد. صالة الميلم اتحاد الكويت تحية حق نادي كاظم ولاعبينه والمصافط مالت النادي موجودة أي وقت على حياك الله نعم وشيء بشيء يذكر انت من وين طلبت هذا شو هالحكي صار هيلثي فود الحين زين ليش واحد زين اقول صاحبي يمي اسكيوز مي بليز يس بليز اي تذكرها اسكيوز مي زين اللي يبي يطلب واذا تبين تطلبين دلعي بعيالك وانت دلع بعد مرتك وعيالك الان 1-8-6-1-6-1-6 هذا مطعم فليفله راح تدق على البداله يقول لك للرقم واحد يطلب من فليفلة الرقم 2 اطلب من كبابجي كيفك عاد الرقم 3 اطلب فات كميل يطلع له ابو كميل يقول لهم على 1-8-6-1-6-1-6 1-8-6 يا ابو كميل 1-6-1-16-16 يا سلام عليك yeah. يا سلام 1-8-6-1-6-1-6 هذا بدالة مطعم فليفلة احنا موجودين في العدالية لغاية الساعة 3 راح نوقف في فاصل قصير وسريع وراجع اوعى تروحوا باي حته فهد 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 يا حبيبي يا فهد هلا والله انا اشوفك من عقب ما كلينا السلف كنا ضاع السويج حيل من دورك إيه؟ عرفت اللي يغمض عينه ويسولف الا بس انت لانك تعبان عشان الكرسي شوي مو نزال إيه؟ شنو يعني نازل شوي كذي اي يعني مو ما يروح ورا اي والله كان ولا إيه يا دوق زين يا ربع احنا طبعا قلنا يعني اللي يسمعنا اي حياه الله تفضل اي مساء الخير وحياك الله مساء النور الله يحييك الله يسلمك تعالي حياك اي ايوه شو اسمك بالخير فاطمه المصري ونعم والله يا فاطمه نعم ونعم فاطمه قولي لنا السالفه شو اللي صار وانت وين كنتي انا كنت رايحه كيفان زين وقبلها كنت مكلمه رفيجتي قاعده تقول مشتهيه مطعم لبناني والله محظوظه والله محظوظه ما شاء الله ايوه معي على الخط هي الحين لا والله إيه. لا خلينا نكلم عيال خلينا نكلم شو اسمها شو اسمها اسيل اسيل حطي حطي لها سبيكر حطي سبيكر حطي سبيكر اسيل قوه ثواني وينك اسيل وينك وينك يا اسيل 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 اي وبعدين وين كنتي اي صوب اي صوب وين وانت قاعد وتسمعتي لنا اي صوب طريق كيفان تعجبيني والله العظيم أسيل إيه أنت على الخط أسيل شلونك تمام الحمد لله إيش عليه أسيل مارينا أف أم معاك أنت الحين على الهواء في برنامج الدوانية زين من صوتها يعانى إيه أسيل أنت اليوم وين بتعشين أنت وصديقتك والله ما أدري ما تدري عندنا الحين خلاص راح تدرين عيلة الحين إذا تحبين الأكل اللبناني؟ أي عادي ناكل كل شيء. زين هات هات هات. هات الطبع على الطاولة الحين. أسيل على صوته الحين تأكل تكة تشبع. زين. ألف مبروك مطعم فليفلة في العدالية عطوك دعوة لشخصين أنت وأسيل. فاطمة وأسيل الربحوا الكوبون راح تيون غدا أو عشاء أنتوا تختارون وعليكم بالعافية. شكلكم عشاء ولا غدا؟ نشوف غدا عشاء بل 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 غدا غشا 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 قولي لها غشا يعطيك العافيه فاطمه شكرا انا وعافيه شكرا إن شاء الله, الله يحفظك يا هلا ومرحبا مشكوره اذا فاطمه واسيل ايضا فازوا من طبعا اداره المطعم وراح ياخذون هذه الدعوه اللي يسمع حياها الله احنا موجودين بالعداليه اللي يوصل احنا عندنا بعد ويقول انا سمعت الديوانيه ومارينا اف ام ديوانيه مارينا اف ام مارينا اف ام اللي مدلعتكم ومدلع مستمعينا حياك الله حياك 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 بعد سمعت حياك حياك إيه مساك الله بالخير يا اخوي مساك الله بالخير هلا مرحبا حياك الله شلونك شو اسمك بالخير عبد العزيز العوضي ونعم ونعم عبد العزيز شكلك عبد العزيز تلعب يسار صح لا والله وين يعني ما لي بالرياضه لا وقفتك على اليسار وبالاكل يلعب يمين بس
شلون شنو شنو سمعت صار شو اللي صاير ارفع الميكروفون سمعتكم وانا راجع من الدوام على مارينا اف ام عتل تيمركم بس عتل. وصلت مطعم فليفا راح يعطيك دعوه انت ولد خالك زين ولد خالك اي اللي قال لك اللي قال لك لا تخون فيه لا تخون فيه تبي عشاء ولا غدا نيكم عشاء ان شاء الله عشاء كله يمشي ريوق عشاء السبت دعوه لشخصين داخل المطعم بس ان شاء الله تبينا انا معك انا معك تبي حياك الله طاقم كله بعد حبيبي قواك الله العوضي حياك الله العوضي مشكور مشكور نشكر طبعا اداره المطعم على هذا التعاون صراحه اي والله قواكم الله ويعطيكم العافيه مو انت الحين عرفت متى بيون تجي تقعد وياهم اليوم عرفت اسيل بيون دول الحين اتعشى وياهم ما ادري انهم اليوم العوضي شكله باكر اي ابو كميل اقعد انت حفظت ويوهم يا حبله برا يا جماعه اللي يميز المطعم صراحه برا عندهم احواض الاحواض كلها ورد كلها القعده المظله اللي برا تشوفون حتى المظله فوق كلها ورد اقول لك والله القعده لا لا قعده لا حتى اقول لك الفازات الفازة ترى على فكرة صدمني. أنا وديت فهد ذاك اليوم البيت ما شاء الله ما شاء الله اللي نسق البيت بالورود أي بيت بيته بالورود والزهور برا تيش قال لي دخلت بيت أنا قاعد أقول ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك له خوش بيت لا ما هو تيش قال لي قال لي البيت هذا كله للزولية اللي أنت واقف عليها ولا زولية بيت الله لا يوريك الله لا يوريك محترقة محترقة اي بس تي يقول لي هذه قلت له تصدق بس هل يابا اسوأ شيء شفته لما انت قلت لي هذا ولا البيت كله حلو لا لان فهد لما يتكلم عن الزهور والورود شوفوا الزهور بقى وتكلم اي والله وتعلم فهد كمين لما يقول رايه بالورد افهم ان هذا الانسان فاهم بالورود اي والله شو الفرق بين الزهور والورود الزهره تزهر والورده تورد يعني يا مورد الخدين تلعب على الحبلين زهر يعني تزهر تزهر المكان تصير مثل الزهر الزهر والعب يا زهر شل كلك والله العظيم ما رنا بماوها والله رنا فيك والله إيه والورده هي الورده هي كل الفصول الورده بكل فصول تطلع صحيح شنو اغلى خلينا نشوف معلوماتها اغلى ورده بالعالم اسال خاله سودة الوردة السوداء أغلى وردة زي يقول الوردة الأسود الوردة الأسود يخرب بيت العفوية ما ترى لا اسم ملو تدرنا في ورد أخضر وردة ما تدري ذاك اليوم إحنا قاعدين في ورد أخضر يبتونا مو قاعد تألف ولا حيل مو قاعد تألف حيل أخضر حيل حيل, حيل. مو قاعد تألف رب الكعبة طب بصلي كده بصلي كده حط عيني بعينك الماتش اليوم 3-5-2 ودية لأول مرة بسمع عنها شلون شلون من 62 صدق أنا قاعدة قاعد طالع التسجيل فريق رياضي بيلعب بخطة 3-5-2 ودية لأول مرة بسمع عنها ليش دية صار لها 70 سنة ما 50 سنة خطة من أيام تشيلي لا مرات مرات يكون يعني في أحداث باردة فأنت تبي تسولف تطلع منك يعني كلنا تطلع منا هالسوالف إيه والله زين ما نضحك نبكي كنا حطمنا معنا خلنا نلعب مباراة وراء بس تشوف إحنا يعني ترى في عندنا حرف التشا هذا مو موجود فأنت لما ينادونك المشيمي يعني هناك المكيمي لا صعب إيه فشلون لما ناداك المعلق المصري ولا مرة قال اسمي شلون قال يعني اول اسم طبعا انت توقف ترفع ايدك لما ينادونك ترفع ايدك عشان جمهور ايوه حسن زايد الكبحي منو الكبحي الحين طلعت رفعت ايدي انزل ايدي ولا ارفع ايدي اللاعبين اليوم كلهم طايحين كلهم هذا اول ترى 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 المصورين واللي ماسك اللوكيشن كلهم مصريين والنعم والله والنعم هذه المعلومه انت ما ولاول مره ديت لاول مره بسمعها اسمع هذه اسمع المباراه انا اروح حق هذا المعلق الداخلي اروح له اقول له اسمي حسين زايد المكيمي اللي وراها ايش قال اسمه قال اسمي حسين زايد صح حسين زايد المليقي المليقي مين الحين انت اقرب اقرب لا بعدين شنو انت ثقه حسين زايد قال اسمي نصه رفعتي المليجي ليش اللي هني كلهم ما يتم بس وقتها المفروض شنو ها المفروض شنو يصير اليمه ايش يقول له يقول له تصبح على خير يا دوق روحي بالليل النوح يسلم عليك اخوك تامر سعد والنعم والله تعرفه تامر سعد النعم تامر على شيء
حبيبي تسلم ما تعرفه؟ تامر سعد هو الحين طلعنا هناك فيديو موجود. تامر اللي بالإذاعة ويانا. اي والنعم والله تحمد له بالسلامة. ما اشوف شهر اي والله ما تشوف شهر يا تامر. امس مسكين كان تعبان امس. اي حلمان فيك يمكن بس لا الحمد لله ان شاء الله اموره طيبة. وين والله يا فهد اللي احمد عاطف مطببه. اي والله والنعم احمد. احمد عاطف عايز ويعالج جروح. راح فيها. بس من يعالج جروح احمد عاطف. احمد مداوي اه والله لا هو على فكره كمان احمد عاطف على فكره هو طبيب جراح اه قلوب الناس يداويها حبيب الله صباح الفل يا كابتن صباح الفل ها في ولا ما في اوكي في احد اي حياك الله يا الله يا الله تعال هذا دكتور يا زينه هذا انا وقف له هذا شلونك يا ابو هلا هلا بالصفوف الاماميه هلا فيك يعطيك العافيه حبيبي من وين سمعت وين كنت شو اللي صار طالع من اليرموك كان اسمعكم اصلي كان تكسر سكان اول شيء وين تشتغل صوب صحه وقايه الصحه الوقايه بشرنا شلون صحتنا الوقايه صدق ودي اعطيك التليفون نفس اللون عساك على القوه الله يقويك الله يخليك ويعطيك العافيه وانت وكل الطاقم نفتخر فيكم وعساكم على القوه حبيبي مالك زود من مخطط تاخذه وياك في الدعوه هو والده الله يخليه صفقه صفقه صفك 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 كابتن صفك رب الكعبة تفهم كرة والله تفهم كرة عيل هذا على وين يفهم ألف مبروك كوبون مقدم لك من مطعم فليفلة دعوة لشخصين غدا أو عشاء يا دكتور وتستاهل حبيبي دكتور شو تفضل الريوق غدا عشاء 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 عجبني سلم على الوالدة والله يحفظها ويطول بعمرها دكتور anything else هلا دكتور شلونك يكلمك يعطيك العافية دكتور anything else No, thank you. Okay, thank you. اسمح لي ما أعرف عربي وايد. بين علي. بين علي. حبيبي. دكتور دكتور طلعنا فاصل. بالإنجليزي. طلع كم؟ قول واصل وأنا واصل. فاصل ونواصل. عدنا إليكم من جديد. عدنا إليكم من جديد. طا 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 طا. تتردد. هلا والله دكتور. هلا هلا. ترى لما ضعفت أنت وايك صار لونين. والله العظيم. شو لونين؟ وايك صار لونين. كأنه واجهة بيت. من الحر هذه من الحر لأن مو عارف شو تقول أنا أدري أنا أدري أيوة سلام يا مساء الله هلا 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 ساك الله بالخير حياك حياك هفست هلا هلا والله حياك هفسيت مو هفسيت هلا والله ساك الله بالخير يا هلا يا هلا يا هلا قر يا هلا شلونك شو أخبارك خير ونعم شو الملاكمة وياك الحمد لله ولا حديد ولا شيء منهم لا ما شاء الله كابتن انت لو تسوق واحد فينا بوكس احنا نولي ما شاء الله ما تعرفنا عليك يا اخوي عزيز المطيري ونعم والله يا عزيز ونعم عزيز شلونك عزيز لا طالع منك طالعنا بس طالع عزيز تسمع مارينا اف ام اي والله كنت مشغل انا ويا الاهل الحين طالعين بالخط واسمع الاعلان قلت خلينا نمر عليه والله شرفنا يا اخوي شرفنا اليوم الخميس احنا رايحين نغديهم ولدك هذا تعال تعال من هذا يا حليل عبد الرحمن عبد الرحمن ولد سمي طيب حبيبي عبد الرحمن عبد الرحمن المطيري عدل ونعم والله اذا كبرت شنو تبي تصير شرطه عادل عادل عسى الله يحفظكم ان شاء الله ويبلغك فيه يا رب حبيبي حبيبي الف مبروك انت والعائله ربحتوا دعوه غداء او عشاء لشخصين داخل المطعم بما انكم داخل المطعم ان شاء الله يقومون فيكم اهل مطعم فليفا انتوا حابين المطعم طبعا اول زياره ولا لا لا نعرف المطعم من قبل كان كبابجي ايوه ما شاء الله عليك نعم هو نفسه وهذا القاعدة الخارجية تشوفها الآن برا يلا يعني هذا الورد اللي مساء قاعد نسولف عنه القاعدة برا شرحه المينونة صراحة وين مينونة شو المينونة لا ما هو حافظها هذا المينونة بيأذينا فيه أنا ترى أحب السانتالوبيا لحظة لحظة شنو لحظة لحظة نوع من أنواع العنب شنو شنو سانتالوبيا شوف 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 شنو الله هذا السقف لا لا شوف السقف ما برح في مهجتي والعين ايه قاعد اطالع فيني يا حليل حبيبي الحمون عساك على القوه يا اخوي وموفق والف مبروك وما قصرتوا الله يعافيك مقدمه الله يحفظك الله يحفظك شكرا لك شكرا شكرا سلامة يا ربع تعرفون عالية العوضي شركة زين ما شاء الله وليد الخشتي وينه؟ وليد الخشتي الحين رايح يو اس اي ترافل نوكس شيكاغو رايح شيكاغو شي ولا تشي؟ تشي
تشي تشي بس بالعربي ما في تشي شيكاغو 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 هو بالجي بالجي مو بالشي لما تي انت شلون لحظه سؤال شيكاغو شي شي والهي والات الشي حق منو شيهت شيهت والله وجهك شيهت ثبت هت منو بعد والله لا في بعد عندنا انسه ربحت بفليف ليه تفضلي تفضلي يا هلا يا هلا وسهلا هيا تشلد مساء الخير هلا النور مساء النور كيف الحال الحمد لله الله يسلمك شو اسمك بالخير نسرين اهلا نسرين هلا نسرين شلونك نسرين ايش عرفتك بالمطعم أنا كنت مروحة من دوامي وفاتحة الراديو فمرأة من الطريق من هون جاي من شويخ يعني وأنا مارق مريت جنب باب البيت مظبوط بيت الكانوس 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 خلاص خلاص والله لو عاصي سبعك يبطل شو تحبين من الأكل عندهم المشاوي طيبة الله صراحة شيء طيب صراحة أنت ما لحقتي على المعركة اللي كانت هنا معارك طافت طافت يعني عموما على 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 ميكس كميل ما شافت ميكس كميل لا ما شفت ألف مبروك ربحتي دعوة لشخصين غدا أو عشاء مقدمة من مطعم فليفلة تستاهلي داخل المطعم تستاهلي شكرا من راح تجيبين معك أنا وزوجي. شوف ويقولون يا جماعة شوف الوفاء. إي والله. هذه الزوجة المثالية. نعم نعم. اللي تعزم. شوف قالت مع صديقتي. قالت مع زوجي. زوجي. شو اسمه شو اسمه؟ خالد. خالد خالد حلمي. خالد حلمي. يحق لك أن تفخر بهذه. تدري شنو تدري شنو عاد اسم خالد حلمي؟ دايم في الحلم دريم يعني دايم دريم يعني عرفت دريم فور ايفر دريم فور ايفر يعني دائم بالحلم على طول كم كم ترى مشان هيك على الواقع لازم يجي الله يعطيك العافيه والله يحفظكم الف مبروك شكرا شكرا مارينا اف ام تشكركم ايضا سعيدين انكم تسمعونا لا يطوفكم التبوله اكيد طبعا والله شكرا شكرا يا هلا يا هلا حياك الله يا هلا نسرين طبعا وخالد فازوا ايضا بالدعوه يستاهلون شخصين شيكاغو او شيكاغو شيكاغو شي هي بالشي شيكاغو احنا بالامريكان نقول شيكاغو احنا بالامريكان يقول يعني مو احنا الامريكان احنا بالامريكان شنو يميز المدينه هذه المدينه المدينه في لها مو ميزه يعني هي تشتهر بشيء شيكاغو بغيت اهفك لا اعطيك انا ادري ايش بغيت تقول والله فاصل 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 عشان تفهم رجعنا معاكم في الديوانية احنا موجودين بالعدالية مطعم فليفلة وفي هذه الأثناء وصل أخونا في قبل أن شو اسمه نرحب بأخوي العود طبعا سألتكم سؤال شنو يميز مدينة شيكاغو شيكاغو إجرام شوف جربال إحنا كنا نسمع فيها كذي صح إيه أنا اللي يميز أقص عيدي تدري لا لا هذا بالفاصل كان نايم الحين هاي بيسولف عن شيكاغو مدينة نيويورك أعرف بس شيكاغو ما أعرف أنا أقول لك هي مدينة الرياح يعني دائما ويندي ويندي شنو ويندي هوا تارس يعني الهوا تارس هوا شنو هوا تارس شنو الهوا تارس يعني كلهم بطل درايش قم 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 رحب اخوي قبل اخوي العود ونعم ونعم نذكر انه خلاص تم الاكتفاء وصلوا ما شاء الله عندنا واداره المطعم وقفت العرض اللي هو الدعوه لشخصين لنفاذ الدعوات وشكرا لمستمعينا على هذا التوافد اي نعم اي نعم اي تفضل اخوي علي الراشد علي احمد الراشد اي علي والنعم والله علي طبعا رياضي قديم نعم واخو كابتن خالد احمد خالد والنعم وستين نعم والله النعم بالاثنين وانا يمكن عاشرت هالشخص حتى يوم كنت لاعب صغير يعني واليوم طبعا شفناه عرف ان احنا موجودين فجزاه الله خيريه وقال انا بيي وعنده مشاركه علي شادك اليوم نعم عندي قصيده ايه لا بس خلاص امس ايه ايه طبعا انا اهدي يستاهل ابو فيصل كل خير وصديق وزميل معي بالرياضه فانا خاصه نادي اليرموك طبعا اليرموك طبعا يقول على اليرموك يستاهل ابو فيصل كل المعاني جاهت تحققت لكل
كل الأماني بس برسفور أحلى اسم غالي الله. خدم اسم الكويت بالتالي من فرحتي أرفع له عقالي من فرح والله. من قلبي أزف له أجمل التهاني من قلبتي من قلبي أزف أجمل التهاني وقف تفكيري عن امتناني وتستاهل يا أبو فيصل كل الأغاني الله 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 يا أبو فيصل الله يا أبو فيصل الله يا أبو فيصل يا حبيبي يستاهل فيصل اخواننا المصريين هم يستاهلون يسمعوننا الحين بالديوانيه شو تقول حق المصريين اقول حق المصريين اقول حق المصريين عندما اخذوا كاس الامم كاس الامم الافريقيه وين كان من وين في غانا في عاصمه في عاصمه اكرا فحبيت انا اعبر لاني كان خالد القندور يلعب بنادي كاظمه صح صح فبقول لك كلمه شعر ظريف بس شعر ظريف اقول يا الزمالك الشنور نجم ساطع القندور القندور يا سكره خلى الاهل مسخره لا 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 يا راد يا راد لا 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 ما ارضى احلى شعر هذا لا ما ينفعش احلى شعر هذا لا لا انا اهلاوي ما عجز الكلام بس لا عجز الكلام انا اهلاوي والله انا بس انا زملكاوي انا زملكاوي والله لا خلي يتكلم عن منتخب مصر خلاص منتخب يلا يلا رابع اخير ان شاء الله الحين ايه دقيقه زين يلا قول هنيالك هنيالك يا مصري بعيالك ايه يوم الاحد السعد فالك اقلى هديه من عيالك ايه صوره احلى من صوره والمصري فنان بالكوره يا سلام كلهم في الملعب اخوه من الاهلي والزمالك والمنصوره ايه عصام الحضري يسلم لي طوله من اكره جاب البطوله الله الله تحيه عصام عصام كيف حالك عصام تحيه عصام تحيه الله الله لا لا عصام الحضري عصام الحضري عصام الحضري مشكلته لا ترز وجهك ما تلبسش خفيف تلبس خفيف اسلم والاهلي يا فنان الاهلي يا فنان رجع رجع حق الاهلي الاهلي يا فنان يعطيك كل الالوان الله الملعب كان فنان واجف له يمين وشمال وان شاء الله يتحقق كل الاماني ويفوز على الزمالك الله كسرت الشعر عشان ترجع حبيبي علي مشكور عساك على القوه كابتن عساك على القوه كابتن يعطيك العافيه ما قصرت والله حبيبي ونسنا والله في مشاركه بعد حياك خلي سلم رايو حبيبي علي ما قصرت الله يعافيك يا هلا يا هلا حياك الله شلون برنامجكم من البرامج اللي يوميا بتابعها حياك الله ان شاء الله موعد البرنامج مناسب جدا هو موعد ترويحة الدوام تبعي وزاره الصحه طبعا الصفوف الاولى انتوا لازم نقول لكم نطق لكم سلام لا يعطيك العافيه يعطيك العافيه شكرا شكرا انت انفورميشن صح انا بشتغل بالاشعه في مستشفى الامير أيوه. في كلمات اذا ما تفهمينها قولي لي لان ممكن ينحاش لها انا يقول عادي يعني. بالنسبه للسهه صاحب الضحكه عندي شغف مين هو شكله صراحه اول مره بشوفه تشرفت والله يعني انا لو اعرف صاحب انا كله ضايق خلقي اتمنى لك احلام سعيده اي ما شفتي الله يعني يمكن قد ترتبط بالذاكره بعض يعطيك العافية ألاء جلال أهلا ألاء والله ونعم ألاء ألاء من وين ألاء فلسطينية ونعم 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 هذا حق فلسطين بعد شكرا شكرا بس عشان تعرفين يعني شكرا لك شكرا كلك ذوق ألاء نحبكم لتش دعوة مقدمة من مطعم فليفلة لشخصين على الغداء أو العشاء داخل المطعم ألف مبروك من بتجيبين معك تستاهلين من بتجيبين معك أكيد بجيب زوجي وولادي يا سلام الله الله هذه الزوجة المثالية اللي ما تنسى زوجها زوجها عساك على القوة شكرا لك يا الله يعطيك العافية وشكرا لكم وشكرا للاستضافة وانكم قبلتوا يعني الله يوفقك ان شاء الله يعطيك العافية شكرا يا هلا ايضا عندنا واحدة تقول انا تعنيت لكم من المنطقة العاشرة تقول و60 نعم حياك استريح السلام عليكم حياك الله هبست هبست من المنطقة العاشرة اي أيوة والله والنعم والله دوم العب ويا الدهر وغلبه أيه؟ لعبت وياك دار الفلك بيا يا ابو كميل الله 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 ندق عليكم ما راح احصل خط فهد رد عليه عليكم ما راح احصل خط والله شو نسوي والله كل الكويت تتصل فينا اي هذا هو ما يخالف سامحينا سامحين يلا يلا اللي يحبونا وايد واحنا نحبكم كلكم اي والله عساكم على التوفيق ان شاء الله موفقين رد عليها الحين هي قالت ابي اعرفهم شنو شو اسمك
نوال البشير. والله والنعم لاني ادري ان غيبتك بالطول انا ام الرموت تحت الوساده. ما هو علشان اني مصرقع ومخبول، عشان كل ما اشوف نوال اسوي عاده. الله بو كميل بو كميل انت الحين مكتوب فلي فلي فلاي، انت عقب ما اكلت ما طرت لا يعني طير شلون هذه راحت عليك على داخل البحر، داخل البحر بعدين اقول لك فلاي فلاي يعني طير وين ما اقدر. هذه دعايه عرفها اللي يطلع لك جوانح. اي والله لك جوانح. يعطيك العافيه. الله يعافيك. سلم عمر، ربحتي يعني دعوه لشخصين غدا او عشاء داخل. تستاهلون العافيه. الله يحفظك. تستاهلون العافيه. المطعم كان اسمه كبابجي قبل. اي صح غيروه صار فليفله. قوليها شني فليفله. فليفله. عاد عاد على اساس على القوه. شكرا. الله يسلم عمر. شكرا. فليفله فلاي. اي الله. قبل لا تمشين شنو البيت الشعر اللي قلتيه حق ابو كميل مرة ثانية يعني ولا تبون غيره؟ غيره؟ عندك غيره؟ لا لا دوم ألعب ويا الدهر وغلبه، لعبت وياك دار الفلك بيا. يبي لي بنادول عيل. بنادول اكسترا. يعطيك العافية. شكرا شكرا شكرا. حياك الله. يا هلا يا هلا. الله يسلمك يا رب. تعال راشد نسوي ركته. لا خلا هذه راشد. ايه كاتبه على مال شو اسمه مال ابو كميل. خلاص انت الوعد الدوحه. الوعد الدوحه. ايوه خلاص ما تبون يعني حتى السبت ما اروح ياكم. لا لا بلا. انت الحين اذا تبي تنسل شعرك ايه تنسله بزيت زيتون؟ لا ولا زيت زيت الذره الدلالي؟ دوت خويس. يا ربع اعطيك. الله الله احنا على الهواء. شوف 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 يوسف 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 الله العظيم يعني الله رحم الحين هذا التخويص وكذي ولا قبل اقول لك الشعر كنا نسمع صوت الاوتي. لا مو بس كاميرتك تطلع بالكادر الشعر كذي تسوي ما حد يشوفه. لا لا الشعر شي واقف قبل الله يهين. تعال شلون لا شلون اذا حاش الهواء ها اوه اذا حاش الهواء يطلع من التنته اذا حاش. زين اذكر ان شاء الله يوم السبت ساتردي الساعه 6 المساء لغايه الساعه 8 إيه؟ راح نكون احنا موجودين بمعرض العطور في ارض المعارض إيه؟ اللي تنظمه شركه بوتيكات بغرب مشرف. راح نكون ان شاء الله موجودين هناك برنامج الديوانيه في نقل حي ومباشر يوم السبت ان شاء الله الساعه 6 يعني بالويكند. صالة رقم كم؟ ان شاء الله احنا راح نكون معاكم. اعتقد هي خيمه كبيره شيء كذي ولا صاله معينه كذي؟ شنو خيمه الكبيره؟ المعلومات الان تاتي معلومات ان شاء الله راح. وبعد خلي تابعون بعد المواقع او التواصل الاجتماعي للمارينا فهم. نعم نعم عرفت اذاعه مارينا فهم راح تشوفون وين المكان. شوف اعزائي المشاهدين اوديت لاول مره معرض الكويت الدولي بوتيكات. ان شاء الله يوم السبت الساعه 6 المعلومه للحين مو عندي بس يعني يعني خلي يروح هناك راح يبين يتابعون راح يعرفون راح يعرفون ارض المعارض يعني واضح الموضوع. بعد اقول ما يحتاج بوتيكات كل ما قاعد يروح له. ما شاء الله اقول لكم شيء يا جماعه ما شاء الله ترى حسيت الحين اني وايد فليت. حسيت بالفرحه. حسيت انه تو ماتش تو ماتش يعني ودي الحين القى لي اي فراش تدري لو القى لي كرسيين عند بعض. ورا 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 اللي وراك ورا وراك وراك. اي والله انسدح على طول. هذا هذا الخضر شوف اللي وراك. الله اكبر عليك. ودي اول مره اسمعها. زين احنا 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 قبل نشوفكم السبت الساعه 6 قول لي. قبل ودنا نشكر الاخوان في مطعم فليفله ايه؟ ونقول لهم اكرمكم الله ما قصرتوا وكلكم طيب. شنو عاطس انا. وبعدين نقول حق المشاركين اليوم مشكورين ما قصرتوا ونقول لكم ان احنا راح نلتقي ان شاء الله يوم السبت. لا تنسونا السبت. هذا 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 الملك الملك الواقف هذا. والاخوان اللي موجودين كلكم مشكورين كلكم حسين كل الكاست كل الكاست التلفزيون ايه والاذاعه. اي والله مثل واحد من ربع جاسم مثل واحد من ربع يقول سطاف مصطف سطاف الباب يقول ورا الباب وقام تنز بعد سطاف يقول يبيك تقول اسمه عصام عكاوي ابو شادي معروف هذا اسال عنه. زين تو هذا اسمه ملك السيل حاليا اسال عنه السوق. عارفه اجنسي اجنسي بالكويت بس تو شكو يوم قلنا عصام كان يرفع ايده لانه يحس انه هو اي عصام انا عصام اي ثاني انه هو رجل عصامي كون بنى حاله لحاله
حسام اهلين عمو عيل نمشي يلا ابو شادي معروف اي أيوة والله يسمونه ملك الديلات بالسوق ملك الديل ملك الديل والله انك اصلي يا جماعه مطاعم الكويت احذروا فان عصام عكاوي قادم اي نعم فما الله في الختام نقول لكم شكرا مطعم اداره مطعم فليفله اللي هو كان مطعم كبابجي اللي راح يتحول في العام المقبل 2022 راح يكون كبابجي خلاص يعني بالكويت كله متغير اسمه وصاير مطعم فليفلة. اللي يبي يطلب يمديه تبين تطلبين يمديك 1-86-1616 هذا رقم التليفون وهذه البدالة اتصلوا الحين قولوا لهم سمعنا لكم في برنامج الديوانية وطلبوا بالخيار رقم 1 فما الله يا جماعة السلام شوفكم على خير فما الله هلا